السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات من كوزينتي. ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه، صيام مبارك ان شاء الله. اليوم على بركه الله رايحين نحضروا ثاني حلوى تاع العيد في الكوزينه. هذه الحلوه هي حلوه القنفذ او ليزورسا، حلوه اللي موالف نحضرها في العيد، اللي ما استغناش عنها. رحنا على بركة الله نشوفوا المقادير نتاع هذا الحلوى. راح نحتاج 4 بيضات، راح نحتاج كاس تاع السكر ماشي معمر غير اندوا على خاطر هذه الحلوى راح نعسلوها. راح نحتاج كاس تاع المارغارين، راح نحتاجوا كيسين من الفانيليا وكيس من الخميرة الكيميائية، زوج لافاني وحدة لوفيغ شيميك. راح نحتاجو هذوك لي كيسات ميتاليك تاع القنيدلات باش نحطو فيهم هذا الحلوى، وراح نحتاجو اون بانس، نحتاجو لا بانس باش نبانسو هذا الحلوى. راح نحتاج ايضا الفارينة على حساب التلوان، خاطر البيض كل وحده وكيفاش، خاطر تيكون بيض كبير خاطر صغير ما نقدروش نعرفو المقدار تاع الفارينة، نلونو ونقول لكم المقدار. اكيد راح تدي لي اكثر من 400 ولا 400 غرام. عندنا الكرز المصبر ايضا اللي راح نزينو به هذا الحلوى. عندنا ليمونه راح ندو لوزاست نتاعها المبشور نتاعها، وراح ندو ايضا لو جو، نحتاجو لو جو نتاعها، عصير تاع الليمونه. وعندنا للحشو عندنا لافارس، عندنا الكاوكاو الفول السوداني، عندنا الكاوكاو اللي ضفت له حلوه الترك، حلوة الترك اللي هي الطحينة، ربما حلوة الترك ملعقة كبيرة، وضفت له أيضا القرفة. راح نزيد نضيف له المزهر، وراح نضيف ملعقتين أو 3 ملاعق كبار تاع مارغارين، ونلم هذه العقدة. بسم الله على بركة الله، راح نبدأ الوصفة نتاعنا. راح نوضعوا المقادير في القصعة، راح نحط البيض هو الأول، 4 حبات تاع البيض. راح نضيف لهم المارغارين، نزيدو نضيفو السكر، راح نضيفو السكر هكذا، راح نخلطو كامل هذه المقادير مع بعض حتى تولي كومين كريم. هذا الاخر القوام تاعها يدك كومين كريم. راح نخلطو مليح المقادير مع بعض حتى نتحصلو على شكل كريمة نعذيرة. نخلطو مليح المقادير، بهذا الشكل براحة اليد والأصابع راح نذوبو كامل هذاك السكر. نخلطو مليح هذا الخليط نتاعنا، نخلطوه مليح، نضيفو الكيسين تاع تاع لافاني، نحط لي دو ساشي فاني يعني فرغتهم، كيس تاع الخميره كيسين، ونزيدو نضيفو مبشور الليمون. يعني خلطت مليح هذيك المكونات، وراني اضفت لهم مبشور نصف ليمونه، والنصف الاخر راح نخلوه لهذاك الحشو، راح نضيفو له ايضا مبشور الليمون. راح نزيد نخلط ونبداو نوضعوا الفرينه غير بالعقل. نبدا نوضع لافارين ونخلط غير بشويه حتى نتحصل على عجينه. نخلط بالعقل، راح نحط الكيس تاع الخميره ضروك. انا وضعت كيس الخميره الكيميائيه، راح نستمر في الخلط. نزيدو نوضعو الفارينة، هاني زدت الفارينة، راح نخلطها مليح، وراح نحاول أني نجمع لاباط هذه. راح نوضعو أيضا عصير نصف ليمونة، معذرة كنت نسيتو، نحطوه العصير فوالا، ونكملو كامل والنص الآخر نخلوه لهاذيك لافارس. راح نحيا اللفة، وراح نكملو نديرو لافارين حتى نكملوها، نلموها كعجينة كومي بات.
لاباط بعد ما نميتها هذه هي، او العجينه بعد ما نميتها هذه هي، ما تنشفوهاش بزاف. انا استعملت 600 غرام تاع لافارين تاع الفرينه، درت 600 غرام دو فارين. هذه هي تكون باتليس، تكون طريه فاسيل فاسوني. راح نخدمو دي بولات، ندوروها نحطوها في ديك في دوك لي كيسات، ورايحين نستعملو لا بانس ونبانسوها، نبانسو هذوك لي بولات. هذه هي لاباط، فوالا هذه هي. بعد ما حضرنا لاباط رايحين نحضرو لافارس. لافارس اللي كنت حطيت فيها الكاوكاو، مقدار من الكاوكاو، ان بول تاع كاوكاو مرحي، ملعقه كبيره نتاع حلوه الترك، وملعقه نتاع القرفه. رايحين نضيفو عصره ليمون لهذا الحشو هكذا. راح نزيدو له ايضا لو زيست، دوك راح ندير له لو زيست. انا حطيت مبشور الليمون، راح درك نحطو لا مارغارين. راح نحط ملعقه نتاع المارغارين، راح نضيف فانيا، باش تجينا لافارس نتاعنا طريه. راح نكسر هذيك حلوه الترك، راح نخلط كامل المقادير مع بعض. راح نضيف مقدار من السكر، راح نخلطو كلش مع بعض. فوالا ان بول صغير تاع السكر، غرفية صغيرة. بعد ما ضفت السكر راح نضيف المزهر باش نلم هذه لاباط او هذه لافارس. راح نوضعو معلقة، وهذه الثانية، ونحاولو اننا نجمعو هذا الحشو نتاعنا. كي تحطو المزهر سيو تحطو غير ملعقة، ما تحطوش، حطو غير بالعقل، لخاطر رانا دايرين عصرة نتاع ليمون. نخلو لافارس تاعنا هكذا شوية تريح، راح نجمعها، راح ندير بها دوائر دي بولات صغار، راح نديرهم في وسط لاباط. راح نوضعو لا مارغارين لهذو لي كيسات. نقدرو نستعملو ذو لي كيسات صغار كيما نقدرو نستعملو الكبار. هادي يعني لي كيسات تاع القنيدلات هذوك الكبار نقدرو نستعملوهم. راح نوضع لهم كامل لا مارغارين قبل ما نحط فيهم هذاك لوخسا او القنفذ البحري. هذه الحلوه هي حلوه لي زوخسا، قنافذ البحريه. يعني كورتهم كامل بهذا الشكل. هذا المقدار قطع لي 35 حبه، يعني 35 بياس تاع هذا الكاطو. رايحه ندي كميه، ندي وحده ونحط لها اون بولات تاع لافارس، نغلقها ونحطها في هذاك المول بعد ما دهنتو ونبانسيها. دوك راح نوريكم كيفاش راح نشكلها. لافارس فنديروها هكذا دي بولات باش تجيكم مهمه سهله. تدوا اون بولات صغيره، اون بول صغيره تاع لافارس، تحطوها في هذيك لابول تاع لاباط. فوالا، ما تكونش صغيره بزاف وما تكونش كبيره بزاف، تكون موين. راح نفتح لابولات هذيك ولا لابول تاع لاباط كيما هكذا بهذا الشكل. راح نوضع قطعة لابول تاع لافارس، راح نغلق عليها، راح نغلق كامل، وراح نعاود ندورها، نعاود نصنع جو فورم هذيك لابول اللي كيما كانت في الاول. بهذه الطريقة بعد ما بلحت على هذيك لافارس راني حطيتها في هذيك لاكيسات. دوك رايحه نبانسيها، نكمل نبانسيه كامل هذيك الحبة هكذا. نبانسو هاكا، هذا هو الشكل نتاعها. لهنا راني درت ستة، نقدرو ديرو خمسة ستة هكذا. نبانسوها مليح باسكو راه فيها خمارة،
وكي ندخلوه للفرن لربما تهبط هذيك الماء، يبغى غير الاثر تاعها هكذا بهذه الطريقه. بعد ما نفنسوه نحطو لا سوريس كونفيت او الكرز المصبر، نحطو قطعه كرز مصبر لهنايا الفوق. فوالا هذه هي الحلوان تاعنا تاع اليوم. راح نكمل نفنسيهم كامل كيما هكذا وراح نطيبهم ونشوفهم فيما بعد. راح نزيد ندي كميه، راح نزيد نوري لكم واحده اخرى. راح ندي كميه من العجين نحلو، نحط لا فارس نتاعي نبلع مليح، نبلعو مليح هذيك لاباط نقلبوها. فوالا نغرقوها مليح تري تري بيان كيما هكذا، نحطوها معذره في لا كيسيت، نفنسو بالعقل. فوالا نحكمو البانسو لا بانس نتاعنا معذره ونفنسو كيما هكذا، يتفنسو مليح باش تقعد لا فورم. فوالا هكذا فانسو مليح. راح نوضعو نصف كرازة كيما في الأول، راح نضغطو هنايا هكذا ونحطوها في السنيوة. كي نكملوهم كامل ندخلوهم المكتب. أني كملت حطيت هذوك لي غاتو كامل في هذوك لي كيسات، راح ندخلوهم للفرن. راح نسخنو الفرن مليح، نشعلو على لاكويزينيير خلوها تسخن مليح، ومن بعد دخلوهم نقصو لها ودخلوهم خلوهم يطيبو بالعقل حتى يتحمرو. الكاطو تاعنا بعد ما طاب هذا هو، خليته تحمر غير شويه، ما خليتوش يتحمر بزاف. تقدروا تحمروه وتقدروا تخلوه هكذا شويه ابيض. راح نعسلو مباشره، انا حضرت العسل راح نعسلو مباشره. انا خليته تحمر غير شويه مع العسل يزيد يتحمر فيه. نحطها في العسل نخليه يشرب مليح العسل هكذا، نشربوه مليح بعد نحوه. نقدر نعسلوه دو فوا كيما نقدر نعسلوه غير خطرة. أنا نعسلوه غير خطرة، نعسلوه مليح ورايحين نحوه ونديروه في لي كاسات مباشرة. الحلوى نتاع اليوم هذه هي بعد ما عسلتها، ان شاء الله تكون عجبتكم. الى الملتقى مع وصفه اخرى من وصفات كوزينتي او حلوى اخرى من حلويات العيد. شكرا على المتابعه. واللايكات والتعليقات بيحفظكم إن شاء الله. نبقى نقولكم إلى اللقاء، تهلاو في رواحكم. بعد ما نحطو الكاطو نتاعنا في هذيك لاباطون بلاستيك نحطولو أن فيلم أليمونتيغ، نبلعو قاع هذيك لاباط بهذاك لو فيلم بروتكتيف، نبلعوها ومن بعد نديرو البلاع نتاعها، نبلعو البلاع نتاعها، نخلو الكاطو يبرد شويه ومن بعد نديروه في لابواط لما يعرقلناش. هذه هي.